تملى بالخير وفيها يفرح الغير ومنها تحلى أيام سابق الطير ونجاري ونطير آمنا بتغيير شباب حقق حلاما. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من حياتنا احلى. ما الذي يمكن ان يفعله الاهل عندما تضطرب سلوكيات الاطفال فيصبحوا بين ليله وضحاها متنمرين معتدين وحتى خارقين للقوانين؟ كيف يمكن ان تحتوي الاسره للاضطرابات السلوكيه للابناء عندما تتحول خروقاتهم الصغيره الى جنح يعاقب عليها القانون؟ اضطراب المسلك هو موضوع هذا المساء نناقشه فيه ضيوفي معي هنا في الاستوديو اختصاصي ارشاد نفسي وتعديل السلوك الاستاذ ساسي موسى. عبر استديوهاتنا من مصر راح يكون معنا الدكتور انور عمران وهو استاذ علم نفس عيادي، كما سينضم الينا او ستنضم الينا خلال هذه الحلقه الاستاذه زينب صالح حسين وهي اختصاصيه نفسيه ومستشاره في العلاقات الاسريه. رحبوا بكم من جديد مشاهدينا الكرام وين ما كنتوا في داخل ليبيا أو خارجها. موضوعنا اليوم عن اضطراب المسلك، هل بناس تسمع بهذا الاضطراب ولكن ما تعرفش معناه الحقيقي أو مفهومه، وفي المقابل هل بناس ممكن عندها فكرة على معناه ولكن ما تعرفش أن هو هذا المعنى يطلق عليه اضطراب المسلك نتيجة لعدة التسميات لهذا الاضطراب؟ تفاصيل أكثر رح نعرفوها بإذن الله تعالى في حلقة اليوم. ما تنسوش تتواصلوا معنا كالعادة من خلال الاستفتاء، طبعا الاستفتاء موجود فيش داعي نقوله، موجود مفترض أن هو يظهر أسفل هذه الشاشة، صوته كالعادة بنعم أو لا رح نعرضه النتيجة خلال هذه الحلقة بإذن الله تعالى، خلال منتصف الحلقة ونهاية الحلقة أيضا. نبدو مع الدكتور أنور عمران من استديوهاتنا في مصراتة وهو اختصاصي أو أستاذ علم نفس. أهلا وسهلا بك دكتور أنور. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أرحب بك أستاذ نادر وبضيفك الكريم الدكتور ساسي، وأرحب أيضا بالسادة المشاهدين على مشاهدين قناة التناصح. نشكر لكم دائما النصح والإرشاد التي تقدمونه للأسرة وخاصة بما يخص التوعية بالاضطرابات النفسية والتربوية والاجتماعية بما لها دور كبير في تنمية سلوك الأبناء وتنمية أيضا أفكارهم وسلوكياتهم. نبدأ معك في الحوار دكتور أنور ونطلب منك تعريف واضح ومختصر، ما هو المقصود باضطراب المسلك؟ اضطراب المسلك احيانا يسمى باضطراب المسلك واحيانا يسمى باضطراب التصرف. نعم. اضطراب المسلك هو مجموعه من السلوكيات الخاطئه او مجموعه، ويتركز من خلال هذا السلوك السلوك العدواني المتكرر اتجاه الاخرين. ايضا يعتبر هذا السلوك العدواني المتكرر اتجاه الاخرين ربما يكون بالايذاء الجسدي، ايذاء الاشخاص، ايذائهم معنويا، ايذائهم نفسيا، ايذائهم بالكذب، إذاهم بالسرقة، استخدام سلوكي مجموعة من السلوكيات الخاطئة. نعم. من الملاحظ والمهم في هذا السلوك هو أنه أن عدم شعور الطفل أو عدم شعور هذا الابن بالعاطفة، يعني عادة لا يشعر بالندم على عندما يرتكب السلوك العدواني ضد خوته، ضد قاربه، ضد أصدقائه، ضد سرقة شيء معين، إذا تعذيب حيوانات أحيانا، يعني من السلوك. من الجمعية الأمريكية للطب النفسي وضعت من أهم الأعراض هي تعذيب الحيوانات، يعني فهي مجموعة من السلوكيات العدائية الموجهة للآخرين. وصف أيضا هذا اضطراب المسلك عندما يتطور في مرحلة ما بعد في مرحلة المراهقة يسمى باضطراب المضاد للمجتمع أو اضطراب الشخصية المضادة للمجتمع. لكن اضطراب المسلك دائما سمي بهذا المسمى لأنه يكون في الطفولة المتأخرة، يبدأ من عمر 5 إلى 6 سنوات، باعتبار أنه يبدأ من عمر 5-6 سنوات يعتبر باضطراب المسلك في مرحلة الطفولة، ويعتبر أيضا ويعرف هذا الاضطراب بأنه اضطراب سلوكي يتصف بالسلوك العدواني ضد الآخرين، وتكون فيه مجموعة من السلوكيات التي تمثل في السرقة والكذب وتعذيب الحيوانات والهروب من المدرسة، مما يكون إعاقة اجتماعية. نعم. اجتماعية بين يعني داخل المجتمع وداخل المدرسة وداخل العائلة أيضا. حضرتك سميت أنه أحيانا يسمى بالسلوك المعادي للمجتمع وأحيانا يسمى بجنوح الصبية وإلى غير ذلك طبعا من التسميات. لماذا يأتي هذا الاختلاف في التسميات
في هذا الاضطراب تحديدا؟ هل يرجع الموضوع للشخصيات، للأعمار مثلا، اختلاف الذكور على الإناث؟ جميل هذا السؤال أخوي أستاذ نادر. عندما نتكلم على اضطراب المسلك عند الأطفال، نعم، وعندما نقول الشخصية المضادة للمجتمع، عادة هذه الاضطرابين تتساوى في بعض الأعراض، ولكن لما نتكلم على اضطراب الشخصية المضادة للمجتمع هي ما بعد 18 سنة. نعم، 18 سنة، وخاصة أنها أيضا تمارس عدائيات ضد الآخرين. أما اضطراب المسلك، اضطراب المسلك فيكون في مرحلة الطفولة المتأخرة، يعني يبدأ من 5-6 سنوات تكون هذه الأعراض. دائما نتكلم، دائما تشير الدراسات إلى أن اضطراب المسلك إذا لم يتم تعديل سلوكه أو لم يتم علاجه في مرحلة الطفولة الأولى فإنه منبأ لارتكاب الجريمة في المستقبل. نعم، بمعنى أنه عندما يكون مثلا شابا بالغا ربما يكون سيكون شخصية مضادة للمجتمع إذا لم يتم تعديل هذا السلوك. فيسمى إذن في مرحلة الطفولة من عمر من 5-6 سنوات يسمى اضطراب المسلك أو التصرف بنفس الاسم، وأيضا وعندما يفوت 18 سنة يسمى اضطراب الشخصية المضادة للمجتمع. نعم، هذا الاضطراب أخوي نادر هو مهم جدا حتى للأخصائيين النفسيين، يعني نتمنى الأخصائيين النفسيين اللي بيتابعونا في المدارس أنهم يكونوا يديروا توعية لهذا الاضطراب، باعتبار أنه أصبح منتشر نتيجة لوجود هالصراعات اللي داخل الأسر، نتيجة لوجود العوامل الجينية اللي موجودة في العوامل الجينية لوجود الأمراض النفسية، نتيجة لهالضغط الاقتصادي، نتيجة لكوارث الحروب، نتيجة عدم وجود الارتباط الأسري اللي كان موجود ممكن بشكل واثق، يعني بالارتباط الأسري يعني زي ما بنشوفه احنا احيانا حتى الانترنت ربما يكون 5-6 اشخاص من أسرة واحدة في صالة او في صالة تلقاهم كل واحد يتكلم، كل واحد متصل بالفيسبوك او متصل بالتواصل الاجتماعي. نعم، حتى عملية التواصل الاجتماعي قلت بشكل مباشر يعني. فهذا ربما التكنولوجيا والحروب والصراعات الأسرية والأزمة الاقتصادية كل ذلك يسبب في وجود شرخ في العلاقات الأسرية. نعم، أو طيب، في عمليات التربية بشكل مباشر. ربما تؤدي إلى وجود اضطراب المسلك، فنتمنى. نعم، أن تكون هناك توعية، لأن بصراحة اضطراب المسلك منتشر في مرحلة الطفولة المتأخرة وأصبح سلوك موجود داخل حتى المدارس، يسبب في تدني في التحصيل الدراسي، يكون في أيضا في نتيجة لزيادة إفرازات السيروتين، و السيروتين تكون عند احيانا بعض النواقل العصبيه وزياده في فرط النشاط الحركي وكثره الحركه، فتكون عندها مشكله في المدرسه ومشكله مع اصحابها. نعم، كيف نعرف نقدر نفرق بينهم؟ يعني كيف نقدر نفرق بينهم؟ يعني الاعراض المصاحبه لهذا الاضطراب كثيره تشبه الاصابه لربما باضطرابات اخرى زي ما حضرتك تكرمت منها التنمر وفرط ايضا الحركه، كيف نقدر نفرق بينهم ونقول ان هذه العلامات لها علاقه باضطراب المسلك او التصرف؟ أيضا جميل هذا السؤال أخوي نادر، يعني خاصة هذا السؤال لأنه ربما يكون للأسرة وربما يكون أيضا للأخصائي النفسي حتى يفرق بين أو يتعرف على اضطراب المسلك. نعم، اضطراب المسلك من الأشياء المهمة ومن الأشياء الملاحظة لي أنه سلوك عدواني. لما نتكلم وجود سلوك العدواني، نعم، وجود السلوك العدواني متكرر ومستمر ضد الآخرين يكون على شكل عنف، على شكل تعذيب حيوانات، على شكل سرقة، على شكل تعدي على حقوق الآخرين، على شكل هروب من المدرسة أو هروب من المنزل. أيضا نلاحظ هذا الطفل عنده مشكلة، حتى نعرف المشكلة هذه موجودة في المدرسة، موجودة في المنزل، موجودة مع حتى أصدقائه يعني عادة. نعم، من العرض المهم جدا، من نوع العرض المهم جدا اللي وضحته الجمعية الأمريكية للطب النفسي بأنها تكلمت أنه يكون لديه حتى يصبح يعني مولع بتعذيب الحيوانات. نعم، أو يحاول دائما أو يحب تعذيب الحيوانات. أيضا عرض آخر وهو لا يكون يعني لا يشعر بالعاطفة، يعني ما يشعرش بالندم لما يضرب حد أو يدير مشكلة، أو لا، العاطفة غير موجودة، لا يشعر بالعاطفة أو يشعر بالذنب، يعني لا يشعر بالعاطفة بالذنب. نعم، طيب، يعني سلطة الضمير تكون مش واضحة عنده يعني. طيب، غير موجودة يعني في هذه المرحلة. طيب، فهذه أهم الأعراض يعني. فلما نتكلم على اضطراب المسلك نقوله كوكتيل أو مجموعة من الاضطرابات السلوكية انجمعت في اضطراب واحد. نعم، طيب، واضح دكتور انور. رحبوا بالاستاذ ساسي موسى اختصاصي ارشاد نفسي وتعديل السلوك. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك ورحب
بالدكتور أنور بارك الله فيه والأستاذة زين. طبعا الدكتور أنور أعطى تعريف أعتقد واضح لاضطراب المسلو، قال هنا مجموعة من السلوكيات اللي ربما أو التصرفات الخاطئة، وتكلمنا عليه السلوك المعادي للمجتمع، وقال يبدأ التشخيص من 18 سنة، واللي هو الاضطراب المسلك هو يبدأ من 6 إلى 7 سنوات تقريبا، من 5 إلى 7 سنوات. وتكلمنا أيضا على الأعراض المصاحبة لهذا الاضطراب والخلط اللي يصير بين الاضطرابات الأخرى، وكيف نقدروا نفرقوا بينهم. يبدأ الاضطراب في الظهور في سنوات عمرية مبكرة، وربما أيضا يستمر حتى للمراهقة زي ما تفضل دكتور أنور. شنو الأسباب الحقيقية لظهورها وإصابة الأطفال به أيضا في السنوات المبكرة؟ طبعا السبب الرئيسي هو اضطراب في العقل، طبعا يصير عند الطفل بصفة عامة في السنوات الأولى زي ما أشار لها الدكتور بارك الله فيه. نعم. ويتم الكشف عن طريق اللي هي الدكاترة المتخصصين اللي هو في الامراض العقليه بصفه عامه والعصبيه، يتم الكشف الموضوع نتيجه ان هو ممكن عنده مشاكل متكرره عند الطفل بصفه عامه في المواصلات العصبيه في العقل. هل يكون واضح في السنوات العمريه الاولى؟ أكيد. يكون واضح عند الطفل يعني خلال التشخيص انه هو عنده اضطراب المسلك؟ يكون واضح اكثر شيء، يكون واضح اكثر شيء من الناس الملاصقين للطفل زي الاب والام وزي المعلم والاستاذ يعني. نعم. لما تتكرر عنده زي ما نقول شيء سلوكيات احنا نقول الموشينه بصفه عامه، مثلا كان حاجه عابره مره في الاسبوع مره في الشهر ما نقولوش مشكله، لو كانت تكررت معاه زي ما اشار لك الدكتور كذا مره نقول احنا عندنا اضطراب في المسلك واضطراب في التصرف واضطراب حتى في السلوك بصفه عامه. هو التشخيص المشكله التشخيص احنا نسموه فيه بالمتابعه العينيه ما يعطيكش النتائج الحقيقيه بصراحه، النتائج دقيقه لربما إيه. لان لازم احنا نستعينوا بناس متخصصين في اللي هو الامراض العصبيه عند الاطفال، لان احنا لازم نكشفوا على الجهاز العصبي في الدماغ ان اضطراب عقلي بدرجه اولى هو يسبب المشكله هذه. في اسباب ثانيه نرجحوا فيها نقول احنا مستوى اقل من الخوف، لما تصير مشكله تطلع اقل من الخوف نفسها تصير رده فعل عند الطفل، ممكن يحاول ان هو بينتقم من الناس اللي حايطين به بطريقه مشينه، يصبح عنده اضطراب في السلوك نتاعه بصفه عامه. هذا كسبب ثاني كان بنتكلم عليه كرده فعل يعني كرده فعل. وفي سبب ثالث حتى هو نفس القصه، ممكن تكون في مشاكل تحيط بالطفل، ممكن معتد عليه بالضرب المبرح واعتدادات جنسيه وبعض المشاكل اللي تحيط الطفل، يحس انه هو مثلا عنده نوع من النقص يحاول انه هو يعوض اللي هو اضطراب نتاع التصرف نتاعه وفي السلوك او نسلك نتاعه بصفه عامه يعني. هذا ليش احنا نرجحوا لها وقدرت ليه الحالات في العالم في اخر دراسه لمنظمه الصحه العالميه خاصه منظمه يونيسيف، حوالي اكثر من 56 مليون طفل يعانوا من المشكله هذه. لما احنا درنا دراسه في ليبيا كانت دراسه كانت مصغره في سنه 2012 و13 ودرناها لحوالي 13 مدرسه في مدينه طرابلس، واخذنا بعض العينات بعض المدارس، لقينا كل 100 طفل حوالي يعانوا من المشكله هذه توصل النسبه نتاعهم من 18 الى 20%. نعم. ولما احنا قمنا معهم سالناهم كانت المشكله ان هم يعيشوا في الاسر عندهم بعض المشاكل، لان حتى عامل الوراثه يلعب دور كبير بصراحه. حتى الاجواء الاسريه اللي يعيشها الطفل بصفه عامه وحتى المجتمع يلعب دور كبير جدا. الاهمال من قبل الاسره، الاهمال العاطفي والاجتماعي ايضا اعتقد ياثر بطريقه مباشره او غير مباشره للطفل. لان الذكاء الانفعالي الوجداني اللي احنا نهمله فيه وما نعطوش الفرصه للطفل انه يعبر عن نفسه ويتكلم من المواجع نتاعه نسموه فيه. نعم. هو اي شيء اللي هو يحس به الطفل يعطيك اشارات هذه هو نتيجه الاهمال هذا بيدير رده فعل هو او يحاول يلفت النظر ايوه يلفت انتباه اهله يعني يصير فيرتكب التصرفات هذه اكيد يصير مع الاضطراب هذا نسبه عاليه منهم بتصير معهم المشكله هذه. لكن هم في الاصل معظمهم عندهم مشاكل في العقل، احنا نقول سبب اضطراب عقلي. نعم. هو سبب القصه دي كلها مسببها في تصرفات كبيره مثلا زي السرقه، شعل النار، التلدد بتعذيب الاخرين سواء كان حيوانات او حتى يعني المشاكل انسان الى اي مدى يمكن يعني تمتد خطوره هذه التصرفات حتى على العائله نفسها؟ توصل للجنوح بالنسبه للي احنا نسموه في الجنوح الصبياني عند المراهقين. نعم. وتصبح في مشكله بصراحه. يديروا حتى المكايد في البيت مثلا، البو حاط حاجه في مكان معين ياخذها ويدسها باش ما تلددوا ان البو يدور ومش حصل حاجه، او الام دسها حاجه معينه في الدولاب نوض العائله يقيمها البنت تقيمها بالعائله تتلدد المنظر هذا ان هم محروق اعصابهم حاجه مش لاقينها وتصير القصص هذه. زي ما قلت حضرتك حتى حالات الحرائق اللي تصير للاسف في البيوت اللي يديروا فيها الاطفال معظمهم عندهم مشكله اضطراب في المسلك. قتل الحيوانات، قتل القطط زي ما اشرنا في الحلقات اللي فاتت كانت هذه القطط او الحيوانات اللي تحيط بينها بصفه عامه نتيجه اضطراب في المسلك. ممكن هو يسبب حتى مثلا يسبب حتى عطل كهربائي في البيت او حتى يسبب ينقلب لك حتى عجل نتاع السيارات يعني انت شيء يخرب لك حتى التلفزيون. هذا كله اضطراب مسلك، لان الاهل عندهم المشكله، الاهل ما عندهمش وقت كافي طويل يقام زعما نتاعهم باش يراقبوا الشيء هو. نعم. هو حتى المشرف الموضوع هذا نفسه سواء كان الاجتماعي او السلوكي او النفسي
في شوية تخابط في الموضوع. نعم. إن مش تضبط العين أنت بمسلك تبي على الأقل من 12 إلى 15 جلسة تقعد على الطفل وتشوف شو مشكلته، ولازم يستشير في الموضوع هذا طبيب إحنا ولا فاهم متمكن كلينيكي يشتغل في المرض النفسي، في المرض النفسية والعصبية، نكشف جهاز المخ ونشوف المش الخلل وين بالضبط. نعم. اللي طيب. صاير لأن إحنا يوم نقوله فيها راهو خلل عقلي أكثر من تكون تصرفي، ممكن نتيجة المشاكل اللي زي ما قلت لك بكري وزي ما شارك الدكتور. في أعراض مصاحبة لربما يتفق عليها جميع أطفالنا يعني في المنزل، منها الشغب اللي يصير، تكسير بعض الأتات، العض، تخريب الممتلكات زي ما قلت لك داخل المنزل أو خارجه، كل الممكن الأولاد يعني يصابوا بهذا الاضطراب. هل هذا طبيعي ممكن؟ هل نقوله السلوكيات التصرفات هذه هل هي طبيعية أو لها علاقة بهذا الاضطراب؟ الطبيعي زي ما قلت لك بكري يندار مرة في الأسبوع، مرة في الشهر، حاجة بسيطة، لكن تكون تكرر وتزيد الحدة متاعها هذا ما هوش طبيعي. يعني كم مرة في اليوم هذا نصنفه أنه هو اضطراب مسلك؟ أكيد لما حاجة تتكرر فوق اللزوم وتضايق الأهل حسوا أنه هو شيء سبب مربكة كبيرة، معناها إحنا نقول عنده اضطراب في المسلك واضطراب في التصرف واضطراب في السلوك متاعه بصفه عامه، ان تكرار الشيء هو يوضح لك المشكله يعني. طيب نرجع مع الدكتور انور عمران. دكتور انور، في حالات المراهقه يعني يكون فيها الابن عصبي لربما ايضا عدواني، ايضا يتصف بانه يميل لخرق القوانين الخاصه في البيت، ومن ثم ايضا ينقلها حتى للشارع او في اي مكان هو يتواجد فيه سواء كان عمل او مكان دراسه، هل تعتقد ان الاسره من الممكن بتصرفاتها هذه الخاطئه ترسخ وجود هذا التصرف وتنميه ايضا عند المراهقين؟ أخي نادر، من العوامل الأساسية المفسرة لوجود هذا الاضطراب أو وجود اضطراب المسلك وأيضا وانتقاله إلى مرحلة في بعد ما مرحلة المراهقة للشخصية المضادة للمجتمع، هي إصابة الأب أو الأم مثلا بتعاطي المخدرات، إصابتهم بأمراض نفسية، وجود صراع أو تصدع أسري داخل الأسرة، إهمال داخل الأسرة، أحيانا وجود إصابات عوامل البيولوجية، يعني لنكون العوامل البيولوجية بعد الإصابات الوراثية اللي لها علاقة بانتقال الجيني لهذه الأمراض، كل هذه الأشياء مسببة. ولكن الدور الرئيسي اللي دائما نتمنى أن الأسرة تحط في تعتني به وأن تكون باهتمام به اهتمام بالغ، وهو الطفل، وهو الطفل أو الابن. الابن عندما يلاحظ المشكلات اللي بين الأب والأم، وعندما يلاحظ أيضا أو يشعر بالصراعات الأسرية، وعندما يشعر وعندما تكون الأب مهمل أو يمر بحالة أو تعاطي مخدرات، وعندما تكون الأم تكون في صراع دائم مع زوجها داخل الأسرة، هذا الإهمال ينعكس مباشرة على هذا الطفل، ينعكس على الطفل. وأيضا هناك أيضا حتى أعراض، حتى بعض الدراسات تقول أن هناك اضطرابات مصاحبة لهذا الاضطراب، يصاب الطفل باضطرابات المجاز، ويصاب الطفل بصعوبات التعلم، وخاصة الصعوبات التعلم النمائية التي ترتبط ارتباطا مباشرا بالإدراك، يعني أن الطفل لا يدرك في عملية التعلم، لا يدرك بين المثلث والمربع، لا يعرف بين الدائرة والمستطيل، صعب عند هذه إدراكهم. أيضا ترتبط بارتباط مباشر بارتباط المزاج واضطراب القلق وارتباط الاكتئاب. فالأسرة هي التي لها دور كبير في عملية تحسين هذا الاضطراب والقضاء على هذا الاضطراب. النقطة المهمة أخوي أستاذ نادر، نعم. إذا لم المفروض أن اضطراب المسلك ليش المهم جدا أنه يتعالج في مرحلة الطفولة، لأن إذا لم يتم علاجه في مرحلة الطفولة سيكون منبأ للجريمة في مرحلة المراهقة. في بداية في مرحلة الطفولة ربما يحاول أن يسرق من الأب والأم، في مرحلة المراهقة بيسرق من برا الحوش، ربما مولع بتعذيب الحيوانات من عمره 8-9 سنوات، لما يوصل 20 سنة حيصبح يقوم بجرائم تنتقل إلى الجرائم. فعلى الأسرة أن تكون واعية جدا في علاج هذه المشكلة، وتعرض على الطبيب النفسي أو أخصائي تعديل سلوك لمعالجة هذا الطفل. من الأشياء المهمة أخوي نادر في العلاج، بعض العلاجات يمكن استخدام حتى العلاج الدوائي باعتبار ان مثلا فرط النشاط الحركي وزياده الانتباه يكون عامل رئيسي موجود فيه. بعض التحليلات الطبيه تقول ان زياده في النواقل العصبيه وزياده في ماده السيروتين ربما تكون سببا مساعدا لذلك، فتعطى بعض مضادات الاكتئاب التي تعمل على تخفيف مادة السيروتين في النواقل العصبية، فتكون كعلاج مهدئ ويساهم أيضا في تحسين تعديل السلوك مع وجود العلاج السلوكي. نعم. أو السلوكي المعرفي. إذن عادة دكتور أنور، في بعض الممكن لربما الأدوية والمسكنات تستخدم كعلاج لمثل هذا الاضطراب، وهذا السؤال أعتقد أو الاستفسار اللي يسأل عنه الكثير من الناس اليوم.
العلاج الدوائي اخوي نادر اصبح علاج يعني متطور جدا، واصبح الان هناك ادويه متطوره جدا، خاصه اصبحت حتى الادويه مدمجه. نعم. كثيرا من الناس لديهم اعتقاد، يعني اعتقاد خاطئ بان الادويه النفسيه هي مخدرات. دائما ان الادويه النفسيه ليست مخدرات، ويمكن استخدام الادويه النفسيه حتى في مرحله الطفوله، والادويه النفسيه امنه جدا 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 على الطفل وامنه على الانسان. طيب. تحت اشراف الطبيب النفسي. لابد ان ندرك ان الادويه آمنة تحت إشراف الطبيب النفسي، يعني ما تاخذهاش من صاحبك أو تاخذها من قريبك ويقول لك هذا دواء كويس، لا، لابد تكون تحت إشراف. نعم. طبيب النفسي. فالطبيب النفسي دوره مباشر في مساعدة الإنسان في التخلص من هذه الاضطرابات النفسية، وتكون آمنة، يعني الأدوية مع العلاج السلوكي. طيب. تكون آمنة جدا في تغيير بعض الاضطرابات السلوكية. واضح دكتور أنور. رحبوا بالأستاذة عبر الهاتف، طبعا تنضم لنا الأستاذة زينب صالح حسين اختصاصية إرشاد تربوي. أهلا وسهلا بك أستاذة زينب. أهلا وسهلا بك أستاذ، مرحبتين بك. نعم أستاذة زينب، بصفتك طبعا مرشدة نفسية ومستشارة أيضا في العلاقات الأسرية، كيف تتابع وجود اضطراب المسلك أو التصرف وتأثيره على الأبناء حتى في المدارس؟ طبعا تحييك أستاذ نادر، والحي أستاذ المشاهدين. وهذا موضوع الله يسلمك. وهذا موضوع مهم جدا. طبعا بداية نقول لك أن طبعا الإنسان بشكل عام لا شك أن لديه العديد من التصرفات والمسالك أو الطرق اللي هو طبعا يتعامل بها في حياته، وهذه السلوكيات هي تعبير عن التفكير والرغبة الموجودة في داخله. الرغبة أو الفكرة نعبر عنها طبعا دائما بالسلوك، السلوك هو اللي يعبر عن شيء موجود في داخلنا. نعم. سواء كان السلوك مرغوبا فيه أو غير مرغوب فيه، وطبعا من خلال السلوك نعرف إن كان هذا السلوك طبيعي أو سلوك مضطرب أو غير طبيعي. طبعا من الطبيعي والمعروف أن كل السلوكيات مكتسبة، يكتسب الطفل هذه السلوكيات من خلال أسرته وبيئة محيطة به. وعند مثلا على سبيل المثال الطفل لما يذهب إلى المدرسة هيحمل معه كل هذه السلوكيات وهذه الثقافة يكتسبها من أسرته، وعلى ضوءها يبدأ يتصرف خارج منزله سواء كان في المدرسة أو النادي أو الشارع. طبعا هذه التصرفات لها تأثير على مستقبل الطفل سواء كان مستقبل العلمي أو الدراسي داخل المدرسة أو في حياته. نعم. بالنسبة لي أنا كمتخصصة أتابع ذلك من خلال شكاوي الأمهات والآباء، فذلك عن طريق المعلمات داخل المدارس يأتوني بمشكلات عديدة جدا في تصرف التلاميذ داخل المدرسة، لديهم اضطراب سلوكي. ما احنا هنا بنفرق بين التلميذ أو الطالب اللي عنده مثلاً مشكلة سلوك العادي أو غير العادي استنى. نعم. كيف نقدر نفرقه بين التلميذ أو الطالب اللي يعاني من هذا الاضطراب من الطالب اللي يعاني لربما من عدوانية أو توجد عنده يعني عصبية زايدة؟ كيف تفرقي؟ شنو هي العلامات اللي ممكن تظهر باش تبين كل حالة؟ طيب طبعاً كيف نفرق بين السلوك الخاطئ؟ طبعاً ما نمشي نقول إنه هو سلوك عادي، ولكن نقوله سلوك خاطئ والسلوك المرضي. نعم. عندنا سلوك خاطئ وسلوك مرضي. السلوك الخاطئ هو الذي يمكن أن يفعله الإنسان تحت نتيجة ظرف أو ضغوطات النفسية أو الاجتماعية أو المالية. نعم. وبالتالي يخرج عن طبيعته، يخرج عن طوره، وبالتالي ربما يكون منفعل أكثر من اللازم، ربما يؤذي نفسه ويؤذي الآخرين، ربما يصل إلى مرحلة الشك بالآخرين، وربما يصل أيضا إلى مرحلة السيطرة على الآخرين. وأي كان هذا السلوك هو سلوك وقتي يا أستاذ نادر، ووقتي، ويكون رد فعل لموقف معين هذا الشخص قام به نتيجة ظرف معين سابق. نعم. أما السلوك المرضي هو الذي يصل فيه شخص إلى مرحلة التلذذ والاستمتاع والوصول إلى درجة متعة شديدة عند تكراره وعند تذكره، يعني الإنسان لما يقعد يكرر الفعل ويستمتع بهذا الفعل، يستمتع ويستلذ بدرجة عالية بهذا الفعل الخاطئ أو المضطرب السلوك الغير مرغوب فيه، وكذلك عندما يتذكر فعله يستمتع به وعند ممارسته ايضا. مثلا خلينا نعطيك مثال. نعم. زي ما قال الاستاذ اللي قبلي السرقه، خلينا ناخذها كمثال. لو ان الطفل او الكبير عندي سرق شيء وهو سلوك خاطئ طبعا، ثم ينتابه طبعا شعور بالندم ويحاول ان يخبي هذا الشيء عن والدته وعن اسرته، ويصير نوع من الندم والخوف كيف ممكن يرد الشيء هذا، وهذه حصل وشفناها، يعني كيف ان لما شفنا ان طالبه سرقت كتاب
فنحن وعدناها ان يرجع الكتاب او الحاجه الشيء اللي سرقته من مكانه ما حدش يعاقبها. فتفاجئنا بعد الاستراحه وجدنا ان هي وضعت الشيء هذا سلوك ما بش نقول عادي ولكن خاطئ. اما اذا كان هذا الطفل اللي سرق استمتع واستلذ بها وخبأها وشعر بالسعادة لأنه قام بهذا الفعل ويستمتع أيضا بحزن وإذاء الآخر الشخص الذي سرق منه لما شوفه يبكي وزعلان، بالتالي هو يستمتع بهذا الحزن ويستمتع بمشاهدة ما تم سرقته. هذا الشخص أكيد وصل إلى مرحلة المرض النفسي. كذلك الشخص الذي يؤذي نفسه أحيانا بين فترة وأخرى نتيجة الضغوط معينة، هذا يتعلم فيه التنفيس عن الضغوطات الداخلية. واضح مضر، ولكن إذا وصل فيه مرحلة أن يأتي بالعدة والأدوات ويحضر المكان ويبدأ يفكر ويبدأ يخطط في السرقة ويبدأ يخطط في إيذاء الآخرين، يتلذذ ويستمتع بإيذاء. وصلت الفكرة الأخرين. بخصوص هذه النقطة تحديدا وصلت الفكرة، وإن الشخص اللي ربما يسرق أو يدير أي فعل ويحس بالذنب هذا يكون السلوك عادي، ولكن الشخص اللي يسرق أو يدير أي شيء يعني أي فعل خاطئ ويتلذذ بهذا الشيء أو يستمتع هذا يكون عنده اضطراب مسلك أو تصرف. طبعا بالنسبة لي سؤال الاستفتاء اللي عرضناه قبل شوية اللي كان أسفل الشاشة، هو تجد حرج في عرض ابنك على الطبيب نفسي إذ أصيب باضطراب سلوكي أو لا؟ النتيجة كانت بنسبة 19% نعم و 81% لا. نفهم من هذه النسبة، طبعا في فرق كبير يعني بين 19 و 81%، نفهم هذه النسبة أن في أصبح في وعي بالطبيب النفسي داخل مجتمع. نحن طالعين لفاصل ومن بعدها رح نتكلم على كيف نقدروا نعالجوا هذا الاضطراب، كيف ممكن يساهم الطبيب والأسرة والمجتمع أيضا بشكل عام. طالعين لفاصل ومن بعدها راجعين، خليكم في المتابعة والاستماع. بالخير حياتنا غير لما تملى بالخير وفيها يفرح الغير. الأبناء أمانة عظيمة في عنق الوالدين، فالإحسان إليهم والحرص على تربيتهم أداء للأمانة، وإهمالهم والتقصير في حقوقهم غش وتضييع للأمانة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. وكثيرا ما ينحرف الوالدان عن المنهج القويم في تربية الأبناء عن جهل أو غفلة وتغليبا للعاطفة دون إدراك لنتائج ذلك الانحراف. ومن المظاهر الخاطئة في تربية الأبناء التذبذب في المعاملة وعدم استقرار الوالدين على استخدام أساليب الثواب والعقاب، فيعاقب الطفل على سلوك معين مرة ويثاب على السلوك نفسه مرة أخرى. الحماية الزائدة للطفل وقيام الوالدين بمسؤولياته التي يفترض أن يقوم هو بها مما لا يعطيه حرية التصرف أو فرصة اتخاذ القرار بنفسه في كثير من أموره. إهمال الطفل وتركه دون تشجيع أو محاسبة أو توجيه، وغالبا ما يكون ذلك ناتجا عن انشغال الوالدين. تأنيبه وعقابه أمام أصدقائه ورفقائه مما يسبب له الحرج البالغ. التفرقة وعدم المساواة بين الأبناء مما يولد بينهم الشحناء والحقد والحسد. تنشئة الأولاد على الجبن بتخويفهم الدائم عند ارتكاب أي سلوك خاطئ، فينشأ الطفل جبانا يخاف مما لا يخاف منه. الدلال الزائد وتحقيق أكثر رغبات الطفل وعدم توجيهه أو كفه عن ممارسة السلوكيات غير المقبولة والتساهل معه في ذلك. القسوة المفرطة واحتقار الطفل وتعنيفه على ارتكاب أي خطأ بصورة تشعره بالمهانة، وهو الوجه المقابل للدلال الزائد، وكلاهما مرفوض. وخير الأمور أوسطها، والحكمة تقتضي الموازنة وإشباع حاجات الطفل النفسية من العطف والدفء الأسري دون تقصير في توجيهه أو تقويم أخلاقه. حياتنا غير لما تملى بالخير
وفيها يفرح العين. بعد هذا الفاصل اكيد رحب بكم مشاهدينا من جديد، كل الناس اللي قاعده متواصله وتتابع في هذه الحلقه وموضوع الحلقه اليوم عن اضطراب المسلك. نرجع مع الاستاذه زينب صالح حسين من جديد. استاذه زينب، قلتي لينا قبل الحلقه ان ما فيش يعني دراسات تحدد نسبه المصابين بهذا الاضطراب، ولكن كمؤشر فقط يعني نفترض ان في 100 طالب على سبيل المثال، في 100 طالب كم عدد اللي تعتقدي انهم مصابون يعني بهذا الاضطراب؟ هل في وهل يعتبر ايضا هذا مؤشر خطير او لا؟ طبعا من خلال طبعا لا يوجد دراسات بحثيه في موضوع العدد ولا النسبه والكلام هذا، ولكن من خلال عملنا في داخل المدارس من خلال الشكاوي اللي تحصل توصل الينا، طبعا ما نقدرش يعني من 100 طالب نقدر نقوله من 3 إلى 5. نعم عرفت، من 3 إلى 5. طبعا هذا يعني مؤشر يعني متوسط، يعني ما بيش نقوله 10 نكبر الموضوع، ولكن يوجد هناك خلل كبير جدا واضطرابات سلوكية جدا زي ما قال الأستاذ اللي قبلي. إذا كان لا تتم ملاحظة هذه الاضطرابات السلوكية مبكرا قد تؤدي في المستقبل إلى الجريمة عند الطفل. فبالتالي هي نقدر نقوله كل 100 طالب عندنا في المدرسة نقدر نقول من 3 إلى 5 طلاب يعانوا من هذه المشكلة يعني. نعم، كيف المدرسة تتعامل معهم؟ كيف المدرسة تتعامل معهم؟ دور المدرسة في الكشف عن هذه الحالات والتعاون في علاجها كذلك مع الأسرة؟ طبعا المدرسة لها دور كبير جدا في الكشف عن الحالات، سواء كان الحالات المبدعة أو الحالات المضطردة. نعم، من خلال المعلم داخل الحصة يمكن الكشف، يمكن للمعلم أن يكتشف من خلال الحصة الموجود فيها الطالب إذا كان طبيعي أو غير طبيعي. لما يتم اكتشافها عن طريق المعلمة الحاذقة، المعلمة اللي عندها طبعا مفترض في كل الكليات وكل الجامعات كل الأقسام أن يدرس كتاب اللي هو علم النفس التربوي. كل معلم لابد يكون لديه فكرة عن السلوكيات والمشكلات النفسية عند الطالب، خاصة يراعي المرحلة العمرية اللي هو فيها. لما تكتشف المعلمة الحاذقة اللي هي عندها فكرة بالمواضيع هذه تكتشف، تبلغ الأخصائي الاجتماعي. طبعا دور الأخصائي الاجتماعي إنه هو مثلا يجيب الطالب وعنده البطاقة الاجتماعية للطالب. نعم، يمكن تحويله على المكتب النفسي، مكتب الإرشاد والتوجيه النفسي داخل المدرسة. هنا بيكون الأخصائي النفسي أو المرشد النفسي داخل المدرسة لديه معايير يشتغل عليه، ولديه مقاييس يمكن أن يعدل بها السلوك المضطرب لدى الأطفال، خاصة في المراحل المبكرة من الصف الأول للصف السادس الابتدائي، ويجب إبلاغ الأسرة بذلك والتعاون الأسري وأسئلة الأسرة إذا كانت هي لاحظت الشيء هذا موجود في البيت أو في المدرسة فقط. من هنا يبدأ التعاون يكون ما بين المعلم وبين أخصائي النفسي وبين الأسرة. نعم، إذا وجدت المشكلة تتكاثف هذه المجموعات الثلاثة على حل هذه المشكلة. ماشي، إذا وصل المشكلة أو الاضطراب وصل إلى ذروته يمكن تحويله إلى أخصائي النفسي أو الطبيب النفسي أو المرشد النفسي في العيادة الخاصة، يكون متخصص في اضطرابات، متخصص في الاضطرابات السلوكية. نعم، طيب خلينا نختم معك بهذا السؤال أستاذ زينب، شنو الحل من وجهة نظرك؟ كيف نقدروا نعالجوا هذه الحالة وتغيير السلوك العدواني إلى سلوك أفضل عند طفل؟ أي طبعا طبعا زي ما أشرت، لما تلاحظ الأم والأب هذه الأشياء موجودة عند طفلها أو طفلتها تبادر إلى الأخصائي النفسي أو الطبيب النفسي أو المرشد النفسي المتخصص الاضطرابات السلوكية لدى الأطفال بشكل مبكر. نعم، إحنا نتكلم عن المرحلة الابتدائية أستاذ نادر. عند لما تكتشفها الأم تذهب إلى الطبيب المتخصص ويكتشف عنها مبكرا، وإذا وجدت هذه السلوكيات عند الأطفال يقوم طبعا المرشد أو الأخصائي بدوره بوضع خطة علاجية للسلوك المضطرب لدى الطفل. طبعا هنا متنوعة، ما هوش سلوك واحد، هي كلها متنوعة، في السرقة، في الكذب، في العنف، في التهجم اللفظي والجسدي، هي متنوعة كثيرة جدا، يكون هو متخصص في هذه الاضطرابات. نعم، طبعا يتعاون المرشد النفسي مع الوالدين وكذلك مع المدرسة. لابد يكون الحلقة ثلاثية. نعم، فهمت علي؟ نعم، حلقة توصل يعني مع المدرسة. نعم، مع المدرسة والمعلمة مع الأسرة. الأسرة
تمام في تغيير سلوك المضطرب. نحن نتعامل خاصه في برنامج تعديل السلوك عندنا جدول والإشارة إلى أنه سلوك مضطرب، التكرار ما قلنا بكري، التكرار وعدة المحاولات إذا كان تكرار فبنا عندنا مشكلة، لابد عندي جدول تسجل المعلم داخل الحصة تسجل عدد تكرار الفعل هذا كم مرة في الحصة تحصل معاه، لذلك الأب تسجل في البيت كم مرة تكرر هذا الفعل. طيب بالتالي لما يتعاون الأخصائي النفسي في المدرسة أو المدرسة بشكل عام والمعلمة مع الأسرة مع الطبيب. طيب وصلت الفكرة. نشكر تواجدك اليوم أستاذ زينب صالح حسين، كنت معنا عبر الهاتف اختصاصية إرشاد نفسي، بارك الله فيك، ضفتي العديد من النقاط المهمة منها التعاون المشترك دائما يكون والعلاج المبكر أيضا لمثل هذا الاضطراب سواء كان من قبل المرشد النفسي، أيضا دور المدرسة كذلك والتعاونها مع الأسرة، بارك الله فيك. استاذ ساسي رحب بكم من جديد. بارك الله فيك وبارك الله فيك استاذ زين، بصراحه وضحت وكفت فعلا. يختلف طبعا اضطراب السلوك عند الطفل عليه المراهق، في حاله لم يتم السيطره عليه سلوكياته واختراقه ايضا للقوانين، ما مدى خطوره تفاقم الامر وعدم التعامل مع هذا الاضطراب بالطريقه السليمه؟ احنا اهم شيء لازم ندخل العوامل الفرديه والاسريه والمدرسيه، هذا شيء مهم جدا. نعم. ولازم ندير برنامج، نحن طبعا نسعى فوق طبعا معالجه النزاعات اللي تصير في الحوش من والدين المشاكل، ونشوفوا المشاكل الاكتئابيه الامويه نسموها فيها او الابويه في الحوش اللي مسبب تفاقم هذا الموضوع. والمراهق المعالجه نتاعته اصعب من الطفل الصغير، لان الطفل ممكن يكون الطفل اصغر في السن، ممكن يكون تدخل مبكر كل ما تكون اسهل عمليه العلاج اكيد. بالنسبه للمراهق ما ينفعش مع العلاج الفردي، احنا نسوي افضل العلاجات العلاجات اللي هي الجماعيه او ما يعرف بالعلاج بالسيكودراما، يعني بتصحيح المفاهيم والاخطاء ممكن اللي عايش بها الطفل بصفه عامه. حتى العلاج المعرفي السلوكي اكثرهم يركز على السلوك. العلاج الجماعي ممن يتكون؟ الجماعي من نفس المجموعه اللي تعاني نفس المشكله. احنا اكثر برنامج اشتغلنا في المدارس الى غايه اليوم كان دوره تدريبيه في مدرسه بارك الله فيهم، المكتب اللي هو المرج الاجتماعي، صراحه كان برنامج ناجح لما المراهقين استخدموا برنامج اللي هو العلاج الجماعي او الارشاد الجماعي، لقينا النتائج نتاعها ممتازه، خاصه اللي يدخنوا ولا تسرب في تسرب مدرسي ولا تعطي مخدرات وعندهم سرقه وعنده مشاكل اضطرابات في الهويه الجنسيه وموضوع زي هذا، لقينا البرنامج حهم ناجح 100% بصراحه، خاصه من المراهقين. نعم. انهم يتفاعلوا مع بعضهم، تكون في مشاركه وجدانيه بيناتهم، تمتص منهم بعض المشاكل، تفهم شنو بفكرتهم هذا الموضوع. هو المشكله حتى يستخدم في علاجات يستخدم في علاج معرفي السلوكي، ينتبهوا للسلوك اكثر، بالعكس انتبه المعرفه قبل، المعرفه على الاقل صحح لنا المفاهيم الخاطئه اللي عايش بها المراهق بصفه عامه اللي اخذها في تربيه الطفوله. ممكن الاطفال تستخدم العلاج الفردي مع الطفل بصفه عامه، ممكن بملاحظه باللعب معاه بالمتابعه بالنصح، هذا مع الطبيب النفسي؟ لا مع الاخصائي النفسي اكثر شغله. هو الطبيب شو الطبيب شنو احنا مشكلتنا في ليبيا متلخبط، الطبيب او المعالج النفسي يعني. ما احنا في ليبيا عندنا لخبطه كبيره، شو نديروا حد عنده مشكله في طول الطبيب. نعم. الطبيب النفسي اخر حل احنا نسموه فيه، ممكن يستخدم العلاجات او يستخدم الصدمات. طيب الكهربائيه. الاهل ديما على اطار الطبيب النفسي ديما الاهل يخشوا دائما يعني من زياره الطبيب او المعالج نفسي، ولكن قد يصاحب هذا الاضطراب تعكر في المزاج وكآبة أيضا، ربما في هذه الحالة يجب تناول أدوية معينة موصوفة تساعد على بعض التصرفات وسيطرة على هذه الحالة. الناس تخاف من الاخصائي النفسي والدكتور النفسي والاخصائي الاجتماعي، علاش؟ انه في وصمه في المجتمع، تعرف ان مشكله الصحه النفسيه في ليبيا قاعده مستواها ضعيف، ديما يعتقدوا الشخص مثلا انه هو صارت مشكله نفسيه يعتبرنا شخص مجنون فقد العقل. نعم. هذا الخطا. الادويه استاذ نادر ما هيش مساعده 100%، عامل مساعد بسيط فقط، ممكن كان شويه اكتئاب ما يرقدش، ممكن بعض الهرمونات زي ما اشار لك دكتور انور بارك الله فيه فيها نوع من المشكله، ممكن بعض الادويه اللي تساعد في التقليل. دكتور انور قال ان هي من طرق العلاج الرئيسيه لان عالم يعني تطور، ممكن اللي تساعد تشكل يعني اللي تساعد مثلا الادويه ما تكونش في نسبه عاليه من هرمون موجود في الجسم السرطاني نفسها كانت تكلموا عليه. احنا اهم شيء تركيز نتاعنا الاشياء اللي هي تساعد الطفل او المراهق وكيف يتخطى المشكله هذه. لكن مشكله الاهل معظمهم يعجبوك الحاله ومشوا يهربوا، لا، العلاج الاسري زي ما قلت لك، العوامل الاسريه والفرديه والمدرسيه راي مهمه جدا. نعم. تدخلها في منظومه العلاج باش ننظم باش نساعد الطفل هذا باش يتخلص من المشكله هذه. نعم. طيب خليك معنا استاذ ساسي، انتقلوا لاستديوهاتنا في مصراتة مع الدكتور انور عمران. دكتور انور، هل في مراحل لهذا الاضطراب يبدا وينتهي عندها تسبب في خلق طفل جانح او مريض دائم بالاضطراب لمدى العمر او لمدى سنوات طويله؟
سيد نادر هو من الأشياء المهمة اللي ربما نتكلم فيها ما يخص المراحل ويخص أيضا نسبة الانتشار. نسبة انتشار المرض هذا الاضطراب بين الناس عادة يصنف بأنه يصاب به الأطفال تحت 18 سنة. أيضا نسبة إصابته عند الذكور أعلى من إصابته عند الإناث، يعني بين 6 إلى 16% عند الذكور، بين 2 إلى 9% عند الإناث. المعتاد أنه يبدأ طبعا الإصابة بهذا الاضطراب في مرحلة المراهقة المتأخرة اللي تبدأ من 5 إلى 6 سنوات. من 2 إلى 4 سنوات عادة من الطبيعي من فترة النمو للطفل، النمو الجانب خاصة العناد وعدم والرفض وعدم القبول، تكون سن طبيعية أنه يكون فيها عنده فيها عناد شوي عناد، يعني من عمر 2 إلى 4 سنوات. لكن ما بعد سنوات من 5 إلى 6 سنوات لما تكون سلوكيات الطفل اتجاه الآخرين يعني هي المتجهة إلى سلوك عدواني مبالغ فيه، فهذا يعتبر بداية الإصابة باضطراب المسلك من 5 إلى 6 سنوات اللي تصنف بالطفولة الوسطى أو الطفولة بداية الطفولة المتأخرة. هذه المرحلة هي اللي يكون فيها الأعراض واضحة. من العرض المهم طبعا من العرض المهم جدا الإنسان، عندما نتكلم على الإنسان وعندما نتكلم على الطفل نقول إن الإنسان كائن اجتماعي ينمو ويتكون داخل الجماعات، والإنسان كائن عاطفي. يعني دائما نتكلم على الإنسان بأنه مشاعر دائما تنمو وعواطف تنمو. عندما يكون لدى الطفل لديه انعدام في الشعور بالدم وانعدام ايضا في الجانب في العاطفه ضد الاخرين، يعني ما يشعرش بالذنب نهائيا، فانت الان لابد الاب والاخصائي النفسي والمدرسه تلاحظ ان الطفل في مشكله موجوده امامه، لان هذا الانعدام سيؤثر عليه في مستقبل حياته، سيقوم بالجرائم، سيقوم بالسرقه، سيقوم بحرق الممتلكات، كل هذه تكون هذه الاشياء تكون موجوده في مرحله المراهقه تكون بشكل واضح. لكن في المرحله الاولى نلاحظ يعني ان الطفل يقوم بعمليه السلوك العدواني المتكرر، السلوك العدواني المتكرر اتجاه من؟ اتجاه الآخرين، يعني ممكن يسرق البيرو متاع صاحبه، يمكن يكسر القلم، يمكن يحاول إيداء الممتلكات العامة، يكسر كرسي، يكسر لامبا، يكسر الأشياء هذه، أنا يعذب بعض الحيوانات، فهذا يبدأ السلوك واضح. طبعا في نقطة مهمة أخوي نادر، نقطة مهمة للأخصائي النفسي، هذه النقطة عادة الأخصائيين النفسيين ربما يقول لا ليس لدينا الإمكانيات في التشخيص، وليس لدينا معمل لعلم النفس لكي نشخص الحالات، ولا نملك بعض مقاييس الذكاء التي تقيس القدرات العقلية الموجودة بين الفروقات الموجودة بين الأبناء، ولا نمتلك هذه الأدوات. ولكن دور الأخصائي النفسي لو أنه فقط يتعرف على المشكلة يوجه رسالة للأب أو الأم أو ولي الأمر لهذا الطفل، يقول له لابد أن تذهب بهذا الطفل إلى أقرب عيادة نفسية أو أخصائي نفسي أو علاج نفسي لأنه يعاني من مشكلة. فتعتبر لو قام الأخصائي النفسي بهذا السلوك فقط فتعتبر هذا برنامج وقائي وجميل جدا منه، وإنه قام بعملية توعية. بعملية توعية. إذا ما يخص المرحلة أنه يبدي من 5 أو 6 سنوات كاضطراب مسلك، بعد 18 سنة يبدأ اضطراب شخصية المضادة للمجتمع. متى يجب الاستعانة بالمختص في حالة يعني عدم قدرة الأسرة على احتواء الابن، بحكم أنك تتكلم على دور المختص النفسي؟ دور المختص النفسي استاذ نادر عادة الاستعانة به كل ما يكون مبكر كل ما يكون أفضل، يعني لو أن الطفل اكتشفته مبكرا في 5 أو 6 سنوات لقيت عنده السلوكيات هذه يستخدم معاه العلاج السيكودراما والعلاج المعرفي السلوكي. ويستخدم معاه بتغيير المعتقدات الخاطئة اللي مكونها وبعض السلوكيات وبعض الأشياء السلوكية اللي ممكن يقوم بها الرسومات أو السيكودراما في تغيير المفاهيم الخاطئة اللي موجودة عند الطفل. العلاج المعرفي السلوكي بالجانب السيكودراما مع تعديل بعض المعارف الخاطئة مفيد جدا جدا جدا، أيضا مع وجود أيضا المكافآت وتعزيز السلوك. طبعا في عملية العلاج إذا لم تشترك الأسرة في عملية العلاج وتكون جزء في عملية العلاج، يبدأ يعني العلاج في العيادة وفي الحوش، لن يكون العلاج فعال، لابد أن يكون العلاج تكاملي والعلاج كامل منبثق من العيادة النفسية مع استكمال هذا العلاج داخل الأسرة، موجود بين الأسرة والعيادة النفسية، فيمكن تعديل هذا السلوك ويمكن أيضا أن يتخلص هذا الطفل من اضطراب المسلك. حضرتك ذكرت نقطة مهمة هي منح مكافأة عن كل سلوك جيد، مع يعني لو بنديروا فكرة لوحة شرف يتم فيها تسجيل كل السلوكيات الإيجابية لأبنائها.
هذه الفكره هذه عاده المفروض انها تكون موجوده حتى في كل فصل دراسي اسمها جداول التعزيز. نعم. يعني لما يكونوا جداول التعزيز والنجوم يعني صح. تكون مثلا كل فصل دراسي موجود نجمات لهن الوان، وكل ما يجاوب الطفل والله انه يحاول يكون زي عمليه التحدي، كل ما يجاوب يحاول يناقش تعطى له نجمه ويصفقوا له الطلاب. نعم. وهذا بالتالي حصلت نجمه حمراء غدوه حصلت نجمه صفراء وبعد غدوه يعني حصلت نجمه يكون خضراء. القدوه لزملائه اللي معاه فيقلدوه في هالشيء هذا، السلوك هذا الجيد او السلوكيات الجيده. طبعا السلوكيات الجيدة هذه حتى في خاصة في الثلاث صفوف الأولى يعني في الصف أول وثاني وثالث تعطى بعض المواد تعديل السلوك الصفي، ومن بينها جداول التعزيز هذه مهمة جدا في عملية المكافأة، لأن الطفل عادة في هذه المرحلة يفضل يحب أن يشكر الأستاذ إحدى أصحابه، يشكر الأستاذ إحدى أبوه وأمه، يروح للحوش أنه متحصل على نجمة، فهذه المكافأة لها تغرس الجانب العاطفي، تنمي الجانب العاطفي. الشكر والثناء والمكافآت يكون حتى يعني من قبل الأسرة، ما فيش داعي يكون في المدرسة فقط. جميل. ايضا دائما العلاج او علاج المشكلات لابد يكون تكاملي، ما فيش حاجه اسمها في المدرسه بس ولا في العياده بس. لابد يكون في المدرسه وفي مستمر في الاسره المكافآت المكافآت والطرق التي تعطى للطفل، خاصه حتى نقول الحرمان العقابي، يعني ممكن احنا الطفل لما يمارس سلوك خاطئ نحرمه من رحله عقابه، نحرمه من رحله او طلعه معينه حتى يشعر بانه عوقب لانه مارس سلوك خاطئ. طيب ولما يمارس سلوك ايجابي نعطيه مكافاه عليه، فالعقاب فالتواب والعقاب مهم جدا، استخدام الاثنين طبعا اخويا نادر، التواب والعقاب، يعني ما نستخدمش التواب فقط، تواب تواب تواب، لا الزوز، التواب يكونوا متوازنين يعني في هذه العمليه. خليك معنا استاذ انور نرجع التواب والعقاب. نعم شكرا. طيب خليك معنا استاذ انور نرجع مع استاذ ساسي. استاذ ساسي، هل يمكن السيطره على هذا الاضطراب وهو في بدايته يعني من قبل الاسره او يصعب الامر يعني؟ كويس. طبعا السيطرة زي ما قلت لك بكري وزي ما شارك الدكتور بارك الله فيه والاستاذة زينب، احنا كل ما نكون قراب من الابناء نفسهم وكل ما تكون ملاحظة لانهم قريبة للناس او الاطفال اللي حايطين بينهما، كل ما يقدروا نفكوا شفرات بكري ونعرفوا كيف نوصل للحل، لان كل فعل كل ردة فعل في فعل يعني سواء كان من عناد سواء كان من كذب سواء من مراوغة سواء من تخيل. كل فعل ردة فعل صح اكيد يعني شنو السبب يعني احنا ليش عايزين نوصل لهالمرحلة هذه؟ لان احنا ممكن نسينا في لحظة معينة او كشخنا تكشيخة مش كويسة او ضربناه ضربة مبرحة، ما هو اللي بيستخدم الحيل الدفاعيه بيستخدمها من طفله هو بعمليه مقاييس يعني. نعم. فلهذا احنا المفروض نقعمزه فتره زمنيه طويله، يا سيدي على الاقل نخصه ساعه ساعتين، انت ماكش فاضي ساعه في اليوم، الساعه هذه على الاقل تجمع اكبر قدر من المعلومات تعرف شنو المشكله بالضبط باش نقدر نحله بكري. طيب طبعا الحل بكري يعني تخليك كويس تفضل. اني واحد ضد انك انت ترفع عيل صغير لخصه نفسي دكتور نفسي وانك انت تقول معاش قدرت اخذ نرفع دكتور نفسي، هيك بتكبر حيل الدفاعيه وبيهزمك. نعم. انت بحاله ما قدرتش عيل قهوه برا شوف اخصائي نفسي اخصائي اجتماعي احكي له بالتفصيل الممل يعطيك بعض الطرق وبعض الفنون اني ممكن تستخدمها مع الطفل هو بحيث تحل المشكله بتاعك، ما تكونش انت كاب شخصيه اعتماديه او شخصيه ضعيفه. نعم. لما تصير مشكله مع ابنك ندور الحل من اي شخص اخر، الطفل راهو ذكي بينتزه الطريقه هي اللي نرى الاطفال اللي عندهم مادام اضطراب في التصرف او اضطراب المسلك او اضطراب في السلوك. نعم. راهم اذكياء لما يلقوا البو ضعيف الشخصيه ولا ضعيف الشخصيه بيزيدوا على ما بيهم احنا نقولوا فيها. فهذا في بعض العائلات يقول لك لا هو صغير يعني ياخذوها من باب هذا الشيء طبيعي يعني، يقول لك هو صغير لما يكبر تتغير عنده السلوكيات، هذه الاطفال كلهم يعانوا من نفس السلوكيات ومن نفس التصرفات، فيش داعي اننا نعالجه بمعنى. هذا الشيء هذا غلط 100% لان في حاجه صغرت لما تكبر، انت لازم تحلها باول ما تخش تتفاقم. طيب كيف يبدا الحل يعني كيف يبدا العلاج؟ كويس. دور المجتمع ايضا لمعالجه مثل هذه الاضطرابات، احتواء الابناء في مثل هذه الحاله يعني. قلنا بكري في العلاج ندخل ثلاث عوامل، عوامل فرديه نشوف الطفل شنو قصته وكفرد وكشخص شنو قصته نتاعه بالضبط. العوامل الاسريه شنو قصه الاسره صار ممكن فيها نزاعات فيها خلافات فيها مشاكل فيها تصدعات العائله قاعد غارق بروحها، نشوفوا الاسره المدرسيه ممكن المدرسه فيها تقصي فيها مشاكل فيها الطفل مهمش، ونشوف القرناء المؤثرين يتعرض مثلا للتنمر او لمشاكل كل شيء حتى القرناء صار عمه صار خاله صار جيرانهم
وين الخلل بالضبط؟ لما نتبع الخلل احنا نحلها المشكله ونفككها. المراقبه شيء راي مهم جدا، لان المراقبه احنا تقلل الانحرافات وتقلل عدد السلوكيات. لو كان نتحجج البو نخدم صباح الليل باش نوفر حق الماكل والمشرب والام نفس القصه، ما هي ماهيش دريعه. لكن لما تراقب والعيل فاهمه الصح والغلط وتكون له قدوه حقيقيه قدامك كنموذج حقيقي كابو كام، يقدر الطفل انه احنا يهدى نقولوا فيها وتقل لنا المشكله هذه. فلهذا ممكن احنا كان وصلنا لطريق مسدوده نستعين بالناس، بناس عندهم خبره، ما في شيء عيب مثلا نستعين بحد كبير عنده خبره في تربيه الابناء، ما في شيء عيب. وصلت مع طريق مسدوده نشوف الاخصائي نفسه اخصائي اجتماعي يعطيك بعض الفنيات اللي تقدر توصل مع الحل الابني. نعم طيب خلينا ننتقل سريعا عشان عندنا هالوقت مع الدكتور انور عمران. دكتور انور، تطوير وتنميه جوانب القوه وتعزيز ثقه بالنفس عند الاطفال وعمليه شراكه الطفل في انشطه سواء كان في المنزل او في المدرسه، انشطه يعني جمعيه، كيف ممكن هذا يعالج اضطراب المسلك والتصرف؟ أخويا نادر تكلمت عن نقطة مهمة، وخاصة كيف نضع الثقة عند هؤلاء الأطفال. نكلم عدد أسرنا ونقول لهم كيف نضع هذه الثقة، سؤال مهم جدا. الثقة عندما لابد أن نشعر أبناءنا بالأمان النفسي، يعني بعض الأمان النفسي لابد أن يشعر بالحب والتقبل والتعزيز من قبل أبوه ومن قبل أمه. يعني مثلا احنا بعض الآباء وبعض الآباء يخجل بأن يحتضن ابنه يعني أو ابنته. يعني هذه الأشياء مهمة جدا في غرس القيم وفي شعور الابن بالرغبه وشعور البنت بالحب والتواصل مع ابوها ومع اسرتها. لابد ان يشعر الطفل بالامان النفسي داخل الاسره. حتى في عمليات يعني عاده حتى في هرم ماسلو وفي الحاجات، شعور الانسان بالامان النفسي هو استعداد للصحه النفسيه او اكتمال للصحه النفسيه. فعندما يشعر بالامان النفسي داخل الاسره فنحن نضع برنامج وقائي كامل. شعور الطفل بالأمن النفسي داخل الأسرة فهو برنامج وقائي كامل من الأمراض اضطرابات الأنسية والأمراض النفسية وحتى السلوك المنحرف، وهي تعتبر بداية لعملية ثقة وتبادل بين هذا الطفل وأسرته. أيضا ما يخص كيف نتعرف على هذا الاضطراب، كيف نعالج هذا الاضطراب. كثيرا من الدراسات ربطت اضطراب المسلك بأنه يرتبط بالبيئة. يعني عندما تكون البيئة غير متعلمة، البيئة فيها صراعات، البيئة فقيرة أيضا، بعض الدراسات ربطتها بالبيئة الفقيرة. يحدث هذا الاضطراب. فإذا المعاملة الوالدية والأسلوب المعاملة هو أسلوب وقائي لاضطراب المسلك. شكرا بارك الله فيك على معاملتك وأسلوبك الجميل دكتور أنور عمران من استديوهاتنا في مصر. أستاذ علم نفس بارك الله فيك. ختام على الأستاذ ساسي، النتيجة ما تغيرت، 19% كان غير محرج بأنه يرفع ابنه لي أو محرج، كان 19% أنه يرفع ابنه للطبيب النفسي و 81% غير محرج. أنت قلت أنه فيه خجل، يعني أعتقد هي نظرة المجتمع لربما تغيرت، أصبح فيه وعي وثقافة أكثر وأهمية بالطبيب النفسي. ما هذه ردود فعل لحظية احنا نسموها فهم، هم بالفعل يرفعوا في صغارهم. لا هم ما جاوبوا إلا بالفعل، يعني إيه كان ما عندهم على شيء. لا ما أقول لك حاجة هنا، ما في ناس عاطفيين يبقوا قاعد يسمع في الموضوع يقول إيه نرفع ولدي، لكن يصير صاير لا فكني ما عنديش وقت وش نرفع كذا غير نخسر فلوسي وش الهبال. ما هذه القصه، المنتج ايدك في الكلام، قال لك إيه. صح، في ناس مثاليه وبتبين نفسها يعني نخدم في العياده النفسيه التواصل ايه لي سنين نعرف الشيء هو وراه. لليوم قلت كان دوره في مدرسه، جت للمديره قالت لي عندي اربع صار كذا، قلت كلمي اللي ماليهم وزوزهم وقفت مع ابوهم. طيب هو انتهى مع الابهات، قال لك لا انا مش مدخلني، كيف نرفع ولدي نسمي مهبول. ايه نكمل التدريس بعد الحرب، المجامله الاجتماعيه نسموها فيها احنا. الله يبارك فيك. فهذا اللي اعتد به راهو الاستفتاء لك استاذ ساسي موسى. عموما هو الشيء مخفي، يعني لو بيصوت الشخص مش حيعرف احد، يعني ماهوش تعليق، لو صوت بنعم او لا راح اعتقد من وجهه نظري انا هو نعتذر منك ونعتذر من وجهه نظري راح يكون واقع يعني هو تعاطف لحظه يسموه فيه احنا ورا. بارك الله فيك، شكرا لك استاذ ساسي موسى اختصاصي ارشاد نفسي وتعديل سلوك. صرنا معكم لختام هذه الحلقه مشاهدينا الكرام. طبعا من وجهه نظري ان اضطراب المسلك يعتمد على التعاون الكامل بين الطبيب وبين الأسرة وبين المدرسة، أيضا يشمل العلاج السلوكي مكافأة الطفل أيضا عندما يسلك السلوك الجيد والإيجابي. شكرا لكم جميعا أينما كنتم، نلتقي الأسبوع القادم في حلقة جديدة من هذا البرنامج. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل أيضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سابق الطير ونجاري هو نطير، آمنا بتغيير شباب حق